اهلا بيكم تاني وتكملة النصائح واهم 30 نصيحة، وان شاء الله هنكمل في هذا الفيديو اهم 30 نصيحة ان شاء الله، بداية من نصيحة رقم 16. واللي ما شافش النصائح اللي فاتت ياريت ترجع للفيديو اللي فات، هتلاقي نصائح مهمة جدا وتكملتها في هذا الفيديو، فخلوكم معانا ان شاء الله باذن الله. 1 2 3 اسعد الله اوقاتكم بكل خير. صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراقة شمس يوم جديدة. واهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. طبعا كان في معانا في الفيديو اللي فات اهم 15 نصيحة، ودي تكملت ال 30 نصيحة. انا اسف طبعا على اهتزاز الفيديو وجودته. النصيحة رقم 16 وهي تجنب التلقيط. التلقيط يا جماعة، عارفين التلقيط؟ التلقيط يعني بخصوص سيدات البيت، يعني سيدات المنزل اللي عيني بتلاقيهم قاعدين في البيت طول النهار، العيال عمالين ياكلوا وهم يلقطوا وراهم، اللي هي عيني تدخل المطبخ علشان خاطر تطبخ اكل ولا حاجه ولازم تدوقه علشان خاطر خايفه ان الاكل يبوظ او يطلع ملحه زايد او ملحه قليل او الكلام ده كله، فتلاقيها اكلت 3 4 معالق رز عشان الدواقه مثلا، او 5 6 صوابع محشي عشان الدواقه، او حتتين جلاش عشان الدواقه. فسبحان الله، يعني طبعا يعني ده هزار، يعني المفروض ان احنا بنحاول ناخد بالنا من الحاجات دي، لان الحاجات دي ممكن تبوظ لنا او تبوظ لنا نتيجه اسبوع كامل، فبلاش نضيعها بهذا الموضوع. والتلقيط نبعد عنه تماما، ويعني نكلف عيل صغير كده من عيالنا ونقول له يا واد بص هديك اللي انت عايزه، بس انت اللي ايه تقول لنا الاكل حلو ولا وحش، بس انت اللي مسؤول قدام البيت كله. يعني دي يعني اهم نصيحه الحقيقه النهارده. طيب النصيحه رقم 17، اوعى تاكل بالليل وتنام. يعني حاول دايما ان انت ما تاكلش بالليل وتنام، وخصوصا على بطنك كمان، لان النوم على البطن يا جماعه بيعرض المعده، وده اللي احنا اتكلمنا عنه كتير جدا. النوم ليلا يعني الاكل ليلا بعد دي هتنام على طول، ده ممكن يعني هيخليك ان انت ما تخلصش من هذه العاده السيئه وهي النوم ثم الاكل. عشان كده حاول ان انت تخلي وجباتك بدري بدري، وتخلي السناكس حتى في الليل، او حتى يعني العشاء الخفيف قوي تاكله بالليل، زي مثلا تاكل زبادي، تاكل مثلا ثمره فاكهه، الكلام اللي هو ايه الخفيف والحاجات اللي هي ايه الخفيفه واللذيذه دي. النصيحه رقم 18، الفينو والديل الابيض او اي المخبوزات اللي هي مصنوعه من الديل الابيض. الديل الابيض ده كارثه يا جماعه، والله العظيم كارثه. انا خرجته من حياتي تماما تماما، بقاله أكتر من 5 سنين ما دخلش حياتي من يوم ما بدأت إن أنا أخس، ولما خلصت وثبتت وباكل كل حاجة، ولكن باجي عند الديل الأبيض وما باكلوش. حتى البيتزا بعملها بالديل الأسمر، والله طعمها تحفة. أنت لو عملت الأكل بتاعك بالديل الأسمر والله تحفة وهتستفيد بيه. إيه الفرق بين الديل الأبيض والديل الأسمر؟ إن الديل الأسمر معمول من الحبة الكاملة، يعني جابوا حبة القمح كده وطحنوها خلاص وقدموها، دي الصورة الطبيعية للقمح. ولكن احنا للاسف الشديد جينا القمح اخدنا منه النشا بتاعه ورمينا القشره اللي فيها اصلا الالياف والحاجات اللي هي مهمه جدا اللي بتساعد على تنظيم السكر في الدم. لكن الفينو تاكله تلاقي السكر ارتفع عندك، وتلاقي انت نفسك جعت، وتلاقي حياتك اتقلبت، اللي هو ايه عمال تاكل، وتلاقي ناس بتاكل يعني تقعد ياكل فينو اصلا حاف اللي هو من غير وعي. فعشان كده يا جماعه لازم نبعد عن المخبوزات، وخصوصا السيدات اللي عندهم مشاكل وتخن في منطقه الارداف، لان ده سببه الكبير المخبوزات واللي هو الديل الابيض، يعني بيكون سبب كبير جدا من الحاجات دي. طيب رقم 19، ابعد عن تناول الشوربه. كتير كان بيعتقد ان الشوربه دي من الحاجات اللي هي بتساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون، والشوربه بتسد المعده وبتقلل من الاكل انت بتاكله، واشرب الشوربه قبل الاكل. واتضح ان الشوربه دي هي الوعاء اللي بينزل فيه كل الدهون بتاعه الفات او البروتين قصدي، اللي بيقع كله في الحله، وانت بعد كده تشرب الفاتس دي في صوره الدهون، وتلاقي جسمك ان الحرق بتاعه تعطل بشكل كبير جدا. لا تتهاون في شوربة العدس ولسان العصفور، ودي نشويات محسوب عليك. ناس كتير جدا بتعتبر ان شوربة العدس دي شوربة، ولسان العصفور ده عادي خالص، ده معمول مش شوربة، ده هو اصلا الشوربة بتنزل معاه لسان العصفور، يعني فده عادي خالص يا جماعة، ده عادي. واشرب شوربة الخضار، ما انا بعملها ببطاطس، ما انتوا بتقولوا شوربة خضار لكن ما حددتوش، بعملها ببطاطس، فعادي خالص يا جماعة. طالما ان البطاطس معمولة بشوربة الخضار يبقى عادي ما تتخنش، ولو هي معمولة بلسان العصفور جوه الشوربة برضه ما يتخنش. لكن هو مش قادر يعرف ان النشويات ان ده كله نشويات، وان العدس
هو في جزء منه بروتين ولكن برضو في كربوهيدرات كتير، وان البطاطس نشويات، وان لسان العصفور زيه زي المكرونه. فحضرتك ما ينفعش ان انت تشربه بعد كده تقول ايه اصلا انا شربت شوربه لسان العصفور ومش عارف انا الحقيقه ليه ما بخسش يعني. فطبعا حضرتك مش هتخس، ده كويس حضرتك ما تخنتش اصلا. النكد والهم والغم دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تضيع لك حياتك كلها، مش بس ان انت تقدر تخس بس يعني، هتلاقي نفسك ان انت كل ما تبقى قرفان بتلاقي نفسك بتتجه الى الاكل، كل ما انت تبقى مخنوق تروح تاكل وتلخبط، مش هتعرف تلتزم باي حاجه. عشان كده يا جماعه الا بذكر الله تطمئن القلوب، فحاولوا ان انتوا دايما يعني كل ما تبقى مخنوق او متضايق تستغفر كده، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا. رقم 22، في ناس اللي هي يعني هوايتها اكل الحاجات، ويمكن اتكلمنا برضو في الاسباب دي قبل كده، ولكن هنتكلم تحديدا على اكله معينه. يعني الاكله دي بتسبب كوارث يعني الحقيقه، يعني اضرارها الصحيه كبيره جدا، وهي الرنجه والفسيخ. الرنجه والفسيخ او اللحم المقدد تقريبا اعتقد، يعني اللي هو بيبقى عليه ملح. وطبعا الحاجات دي اتعملت زمان علشان خاطر ما كانش عندهم ثلاجات، يعني هم ما عندهمش ثلاجات، فبالتالي هم بيحاولوا ان هم يحفظوا الاكل قدر المستطاع، فبيحاولوا ان هم يملحوه علشان ما يعفنش، وبالتالي احنا اخدنا ده رغم وجود الثلاجات عندنا. فجماعه الاكل ده مضر جدا صحيا، تمام، لانه بيحبس السوائل وبرضه ليه بعض الاضرار الصحيه الكتيره جدا. عشان كده يا جماعه لازم نبعد عنه ونطلعه بره حياتنا تماما يعني. طبعا النصيحه رقم 23، ان انت لو حسيت ان انت ما بتخسش، حسيت ان انت ماشي على النظام مظبوط، حسيت ان انت بتعمل نصايح دي كلها وكل حاجه الى انك برضه مفيش نتيجه، مش شايف نتيجه ملحوظه يعني، ساعتها لازم تعرف ان انت ممكن يكون عندك مشكله صحيه، وانت عندك مشكله صحيه ما، فحاول ترجع للطبيب في الحاله دي وتشوف ايه المشكله اللي عندك. ممكن يكون عندك مشكله بسيطه جدا تحلها وهتلاقي نفسك بتخس بشكل سريع جدا. ناس كتير جدا بتبدل التمر بالفاكهه، يعني يكون عندها مثلا فاكهه ويقول لك ايه ما التمر فاكهه يا جماعه فانا ممكن ابدل التمر، بتلاقي ثبات كبير جدا في الوزن. عشان كده يا جماعه نصيحه، اوعى تبدل التمر بالفاكهه. التمر لو موجود في النظام تاخده، ما مش موجود في النظام ما تاخدوش، لكن لو بدلته من دماغك صدقني والله العظيم هتلاقي ثبات في الوزن فظيع جدا. عشان كده بلاش ان احنا نبدل التمر بالفاكهه. النصيحه رقم 25، لا يجوز الاكثار من الفاكهه بحجه ان هي ميه، زي البطيخ مثلا، يقول لك ايه البطيخ يا عم ميه يا عم عادي، ده ووتر ميلون، ووتر اهو ووتر يعني عادي. فحضرتك لا، البطيخ فيه سعرات حراريه، البطيخه ال 100 جرام من البطيخ ب 30 سعر حراري، فحضرتك فيه سعرات حراريه عادي خالص، وبالتالي ان انت لو تناولته هيعمل لك ثبات في الوزن. لو حضرتك انت ما التزمتش بالنظام هتلاقي نفسك في ثبات في الوزن كبير، وده برضو كل الفاكهه، مفيش حاجه اسمها ما فيهاش سعرات حراريه غير الميه. طبعا يعني في طبعا بعض الفواكه اللي احنا مانعينها زي التين والعنب والبلح والمانجا والكلام دي، الكلام ده سعراتها الحراريه عاليه، فبالتالي انت بلاش منها، يعني بلاش ان في خلال النظام، خدها في اليوم المفتوح، سعراتها عاليه على الفاضي. يعني لما نقول لك خد معلقتين مانجا مثلا، يعني معلقتين هيعملوا لك ايه؟ هيجوعوك اكتر اصلا، يعني هتلاقي نفسك الشهيه بتاعتك اتفتحت بشكل كبير جدا. لكن في الاكل او الاكل اللي فيه الياف ده هيكون افضل. النصيحه رقم 26، ان في ناس كتير بتستخدم سكر الفركتوز على انه سكر دايت، يعني يلاقي مثلا الفركتوز ده اللي هو سكر الفاكهه بيتباع ويقول لك ايه مناسب لمرضى السكر، مناسب للناس اللي بتعمل رجيم، مش عارف ايه الكلام ده، فتلاقي نفسك ان انت بتاخد منه عادي وتلاقي نفسك مفيش نزول وزن. الحقيقه سكر الفركتوز هو السكر العادي الفاكهه. فعشان كده انا يا جماعه بقول لك نصيحه، حاول ان انت تاخد بالك من النقط دي. لكن السكر الدايت اللي هو المحلى الصناعي او الاسم الاصلي بتاعه المحلى الصناعي، هو بس بيحللك الاكل، يعني هل هو صحيا كويس او مش كويس، ده طبعا يعني ده الكلام عليه كتير، واللي هو الخالي من الاسبرتام يبقى كويس شويه واكثر واقل ضررا والكلام ده، ولكن حياتك الصحيه لا تستدعي ان انت تستخدم اي سكر اصلا، يعني عشان تتذوق الطعام بنكهته الطبيعيه يعني. طبعا المشروبات الغازيه يا جماعه، حتى الدايت منها مضر، حتى الدايت منها مضر، الدايت منها حتى الغازات اللي بتنزل في المعده دي والبابلز دي، يعني ممكن تتسبب لك اصلا ان هي في مشاكل، يعني انت هتلاقي نفسك انت مش مرتاح. حتى الناس اللي يقول لك انا بشرب حاجه الساعه عشان اهضم والكلام ده، تمام، حضرتك ممكن تعمل لك عسر هضم حضرتك. فنحاول ان احنا نبعد عن المشروبات الغازيه لانها من الحاجات الصناعيه المضره اللي مش هتفيدك خالص.
رقم 28 تجنب النوم على البطن، ودي اتكلم عنها مع النوم بالليل. النوم على البطن هيعمل لك كرش، النوم على البطن هيضعف لك من العضلة بتاعة بطنك. النوم على البطن مش كويس، مش من السنة اصلا. النوم على الجانب الايمن هو اللي من السنة. النصيحة رقم 29، امضغ الطعام جيدا. كلما مضغت الطعام جيدا كلما حصلت على يعني الجسم استفاد بالعناصر الغذائية. ما اصل السنان دي معمولة ليه فوق؟ يعني السنان دي مش ديكور عشان تضحك تبان، لا، السنان دي معمولة علشان خاطر حضرتك مفروض ان انت تستخدمها في مضغ الطعام وفي اللي هي تحضير الطعام قبل نزول المعدة. لكن المعدة اول ما الاكل بينزل لها يعني يلاقي مثلا صباع الكفتة، حضرتك بيجي عليك وقت لو الكفتة قدامك كتير بتبلعها، فالمعدة تقول لك ايه ده اللي انت بعته ده اساسا؟ يعني حضرتك معلش ممكن تمضغها الاول يعني المعدة بتبقى نفسها ان هي ترجعه لك تاني عشان خاطر تمضغه وترجعه لها تاني. فعشان كده يا جماعه لازم ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي. مضغ الطعام جيدا ده هيساعدك بشكل كبير جدا، هيقلل من امراض كتير جدا، امراض المعده الكتير جدا، تعب المعده وعسر الهضم والحاجات دي. هتلاقي ان انت الـ يعني بتروح وبتختفي، وكمان الانيميا والناس اللي عندها انيميا وعندها سوء تغذيه والكلام ده برضو هيختفي. فعشان كده مضغ الطعام شيء من الحاجات الجيده جدا. طبعا يعني النصيحه الاخيره ان انت في بعض التمارين اللي ممكن تاثر عليك بالسلب، يعني كثره استخدام تمارين معينه زي شد الحبل، نط الحبل، شد الحبل ايه، نط الحبل. نط الحبل ده من الحاجات يعني اللي انت تستخدمها على خفيف، وخصوصا لما يبقى وزنك خفيف يعني. ولكن في ناس وزنها تقيل وتلاقيها بتروح جايه متقله على نفسها، متقالة على نفسها اللي هو ايه، عمال ينط الحبل بشكل كبير جدا وبيلعب رياضة غلط اصلا مع النظام. يعني واحد يقولك انا اروح ارفع اثقال ومش عارف ايه وبتاع، حضرتك انت دلوقتي مفروض تنشف الاول، نشف الدهون اللي عندك الاول، امشي احرق الدهون بتاعتك وبعد كده ابني العضلة بتاعتك زي ما انت عايز. لكن ما ينفعش ان انت اللي هو تبقى بتعمل الحاجتين في نفس الوقت، لا، حضرتك مفروض ان انت ماشي على نظام غذائي بسعرات حراريه متوسطه، مفروض ان انت بتعمل قدامها ان انت تزود مجهودك البدني قليلا. لكن انت لو رحت لعبت حديد ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، هتلاقي الدنيا باظت وانت مش قادر تستحمل اصلا. عشان كده نصيحتي لكل الناس ان انت تلتزم بهذه النصائح الـ30 علشان خاطر ان انت تغير حياتك بشكل كبير جدا. انا عارف ان الفيديو ممكن يكون وحش مش هيعجبكم، بس الحلو اللي فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتمنى كده، يعني أنا حبيت إن المكان ده يكون شاهد عليا إن شاء الله في يوم من الأيام، حتى بعد رحيلي يعني إن شاء الله بإذن الله يكون إن الفيديو ده موجود لسه إن شاء الله موجود، وناس كتير بتستفيد منه، ويكون هذا المكان شاهد عليا في يوم من الأيام إن شاء الله بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.